رجعنا معاكم برنامج ليالي الكويت بنقابل فيه هالبرنامج الجميل اخوي وصديقي صديق عمري ابو نواف بياع المسابيح. تفضل يا ابو مساعد. خليتنا نبيع شيء انت الله هداك حلامك. وين شاوي هداك تروح ما ادري وين تجيب لي هالخرز مالك الخرطي. مو خرز يبا مسابيح، هذه مسابيح غاليه. ايش يطلع هذا ما تجيبه تجيب عاجل فيل؟ مسابيح من شرق اسيا ومن امريكا ومن اوروبا، هذا ذاك المسباح بذيك القيمه وانت تقول لي خرز. الله يهداك عمي، خف علينا زين اللي يقول ما ادري عاد الحين عندك مشاريعك اهم مني وخرجنا والله. هدوا 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 مساكم الله بالخير. حمستونا وجي يعطيكم العافيه. في البدايه نرحب فيك مخرجنا فيصل ابراهيم، الفنان الكبير جمال ردهان، وايضا الفنان محمد دشتي. مساكم الله بالخير، نورتونا بلاي الكويت مره ثانيه. يعني في البدايه اول شيء السيزون الثاني على التوالي، لان السيزون الاولاني كان اول مره ابو نواف دكتور ابو نواف، وهاي المره الثانيه. الله مبارك. انا ودي اعرف هالسيزون شو محضرينه حق الجمهور؟ شيء مختلف، امتداد، قصه جديده، الناس ترى متشوقين. يعني والله العين ما تعل على الحاجب، لان المخرج سيد العمل. الله. هذا قانون اكاديمي. فاول ما نبدا في ابو بسمه استاذ فيصل وبعدين طبعا احنا استمرنا بنفس الشخصيات من السنه الماضيه، بس طبعا احنا كالعاده كل حلقه قصه مختلفه، فنفس الشخصيات بنشوفها، بس كل حلقة بقالب مختلف، بدنيا مختلفة. بس المحور الأساسي اللي هو سوق المباركية وأسرة أبو نواف طبعا. زين، شنو ضفتوا شخصيات السنة هذه؟ قلت لي فيصل قبل شوي قبل الهواء قلت ضفتوا شخصيات. أعتقد على احنا حسنا بشكل الشخصيات، ما أضفنا شخصيات جديدة. في خطة لإضافة شخصية راح تكون هذه بآخر حلقة، بس ضبطنا شكل الشخصيات. شكل الكاركتر تقصد الرسمه نفسها؟ نعم، يعني مثلا شخصيه ابو نواف سوينا عليها تشز بسيطه. عند شخصيه نواف ايش حق تغير فيه؟ لو يشبه جمال ردهان يا ما خلانا يا عمي يبا هذا اللي بطن بعض. لا لا كبر خشمي وهذا. قلت له لا صغر الخشم ما يصير، انا كذي مبتلشي. ابو نواف ايش بيه قبل مو الحين؟ قال ما شاء الله. قلت له على الشاصي القديم. لا هو الحقيقة أستاذ فيصل والإخوان معاه في الإخراج وفي التأليف، يعني طبعا هو المخرج وفي مؤلفين ما شاء الله، هو منقي مجموعة جميلة جدا. إحنا كفنانين ومعاي أخوي محمد والزملاء لهانا ومو موجودين معانا، ولكن أرواحهم إن شاء الله موجودة. القصص اللي مكتوبة إحنا عندنا فيها استمتاع ومتعة، وإحنا قاعدين نأديها يعني قبل الجمهور. فأنا قاعد أقول لهم ما شاء الله عليكم، كل ما داكم قاعدين تطورون القصة، فيها فائدة، فيها عبرة، فيها نكتة جميلة. بالإضافة لأن يعني مو بس أن الطفل بس اللي يشوفها، الأسرة كاملة. وهذا شيء حلو اللغة. يعني في أدوار اللغة كانت موجودة واللغت؟ شخصيات قصدي؟ لا ظلت يعني مستمرة بعد موجودة معنا. نعم. حلو حلو. زين دشتي. نعم فضل. يعني أنت بصراحة قبل لا تسأله، أنت مو ملاحظ شيء؟ شنو؟ مسوي تان؟ كم مسوي نيو لوك؟ نيو لوك؟ تان شعره مسوي نفس عبد الله طليحي. سمعت عمليات تجميل. عمليات تجميل مسوي. فرق نفس عبد الله طليحي بعد. الخبر مهني، مسوي عمليات تجميل. دريت؟ بعد؟ لا تغشمرين أنت. إي بس شنو تجميل؟ يعني شيء حق صحتي مو شيء غلط. أنا قايل من قبل نسولف، بالعكس يعني حلو الإنسان يكون صريح مع الناس ويقول لهم شنو قاعد يصير بحياته. عمليات تجميل ولا يعني نسميها رتوش اللي هي الإبر وهالشغلات؟ لا تكميم وبعدين شد. تكميم تعتبر عملية تجميل؟ اي تكميم. هو محمد السائل انا قلت له بغير بالشخصيات راح اشتغل على لا عشان يضمن ادوار ثانيه. باجي له عمليتين ويصير مهند دشتي. كمل كمل. لا والله تكميم ومسوي شد حق منطقه البطن، ومسوي شد ثاني، ومسوي شد ثالث لانه ما عجبتني النتيجه، ومسوي طال عمرك اللي هو ابتسامتي كانت شوي تطلع اللثه، فاضطروا انه يكسرون الفك ويركبونه مره ثانيه. والحين هذا اللي قاعد تشوفه انت هذا ورم مال العمليه. شوف اهم شيء سويت عمليه وما اهم شيء الاداء ما يتغير. انت من صدقك؟ انا رايح للاستديو تيش مسجل حق ابو مساعد، مسجل هذه صفاره جديده. السلام عليكم هذه عشان لا تروح، لان بعدين سويت العمليه فرديت الاستديو قاعد اتاكد اجرب مع فيصل. زين محمد انت موهوب، انا مو مجامله حبيبي، وتغلد اكثر من شخصيه. انت شلون تتمرن يعني على هذا الشيء بصراحه؟ يعني شلون تجيب بالك وانت مثلا تسوق السياره قاعد يجيب بالك موضوع ان انا اليوم بغلد شخصيه فلان، حاب بالي كاركتر معين ابوه من فلان مثلا؟ شلون تسمع الشخصيات؟ وايد احب اني استوحيها من الواقع، ما الف. شلون؟ يعني مثلا انا في مثلا في واحد صبي يجيب شاي اوكي بالمباركيه، حتى اللي بيروح يشوفه اسمه، احنا مسمينه كذي سيد، سيد
ريال العود. فلما ايوه تفضل عندك ايه تفضل يا استاذ محمد، حتى الهزه مالت الراس، حتى هو لازم يهز براسه حتى ماسك النوته بيده ويسوي ايوه تفضل، اقول له طب ماشي غيره اللي بعده، عرفت هذا يبي يسلق يبي يخلص. فاي عرفت، فانا شو اسوي كل يوم قاعد اشوفه لين انصدموا الشباب بالقهوه يقعدون قال انت ليش مقلده انت، هذا هو استخدمناه بشخصيه لباصي، استخدمناه بشخصيه لباصي بالمسلسل. انا فيصل قاعد طالك وهو قاعد لي شخصيه قاعد تضحك في استاذي، انت دائما تضحك عليك بالعافيه بس يعني اذا عندك يعني اداء شخصيات كذي شلون تتعامل مع الشباب بي يعني يكون كفريق عمل مسؤول عن شخصيات مثلا كاركتر فيلم يقطه مثلا ما يضحك تقول له عيده مره ثانيه شلون تتعامل معاهم؟ والله انا عاده والشباب يعني موجودين يثنون على الكلام، اخلي الواحد يقول اللي يبي بالبدايه اذا كان تجربه صوت جديد او كذا، اذا في شغله احس انه في مجال انه يطلع فيها شيء نكمل فيها نكمل فيه. اذا واحد مثلا ضايع شويه احاول اوجهه، في بعض الناس مثل الاستاذ جمال يعني ما اقدر اوجهه وايد يعني. احنا ودنا نعرف التفاصيل هذه كلها اللي خلف الكواليس من خلال تقرير محضرينا مشاهدينا، نتابع ونرجع نشوف الاسرار اللي عندهم. حلو ما اسمش الابصيري، انا بعد الساعه 12 اسمي مر الليالي. بعد واحده قصدك مستر اسبريسو مو اكسبريسو؟ انا قصدت نسوي شيء نوعي فيه المجتمع. كرتون شيء انا احبه من يوم انا صغيره، يعني ما في حتى فيلم كرتون ينزل بالسينما ما اروح له. والله شكله طيب هذا. لا شغل عدل، شوف 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 انزين عقب ما وريت الاشوار جيب شيء صندوقه. امبيه ولا انا؟ امبيه ولا انا؟ امبيه ولا انا؟ بهاني افتح الغبق خلينا نشوف المشكلة. أخاف تخربها يا أبو نواف، يمكن أبيلها ميكانيكي. الأمور لازم محتاج لها تحضير من فترة طويلة، من تقريبا فترة السنة. تسجيل دكان أبو نواف فترته ما هي محدودة، تسجيلنا مثلا يبتدي من أول واحد لقبل رمضان بيوم. مو بس حوار، في إفكت يعني، في مثلا إفيهات، في نفس، في جملة، في وإي وتشكيل يعني. أنا خايف يا جماعة من اللي قاعد يخم هناك. بعد واحدة. افا افا يا سلام افا، تبوكني؟ افا عليك ابو نواف، انا ابوك والحرامي اللي يتجرى يبوك من محلك يندم قد شعر راسه. شخصية سلم واحد يكذب وايد، ما يعطيك المعلومة سيدة، يلف ويدور على باله ان الناس اللي حواليه اغبياء، يحاول يستغل اي فرصة موجودة، انسان استغلالي متسلق ونصاب. لولا المشقة ساد الناس كلهم. شنو يعني؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم. ما اعرف شو تقول، ما اعرف شو تقول يبا العيبة، ما اعرف كلام صعب هذا. عمل مميز مثل كل سنة، اثبت وجوده بطاقات شبابية كويتية منها للأعلى. شكرا انكم جعلتوا لي لمسة في حلقة من الحلقات. تم اختياري لهذا العمل من قبل الأستاذ فيصل إبراهيم، والحقيقة هذا الجزء الثاني. في متعة، في موضوع، في أحداث، في قيمة قاعد نقدمها إن شاء الله، وإن شاء الله يعجبكم. يعني يقولك اليوم بعطيكم درس تربوي جديد، درسنا اليوم بعنوان حافظ على نظافة وطنك. أنا من زمان أقول لكم القهوة مو زينة للصحة. يعني قاعدين نستمتع مع بعض كلنا عدل. هذا محلي كان منحوس، وشوفوا الحين مزدهر. إيه شبارة بس التاجر شبارة، شفيكين؟ انظر يا أبو الذهب، أفرج العسس عن هذا اللص وأبيه، إنهم يحتفلون بتناول الحلوى. إيه يعني حلقات مهضومة إن شاء الله راح تهضم لكم الفطور. إن شاء الله تستانسون مع المواضيع، مع القصص، مع الأحداث اللي راح نطرحها. ما أدري شو جارية، بس أتمنى يكون محل بيع مشابيح زينة. دكان بنواف على تلفزيون دولة الكويت في رمضان، تابعونا. شيء طيب السنة. شفنا مشاهدينا طبعا هذا التقرير عن دكان ابو نواف، لكن السؤال هو بسألك يا فيصل، انا شفت ان الاعلاميه ايمان نجم نعم شايبه وياك شاركتنا بشخصيتها الحقيقيه. لا بس قول قول ليش لك ما تبي تقول، لا قول لنا. انا ما في شيء اسمه صراحه لا كويت، قول شاركت ان هي مذيعه وبشخصها كايمان نجم.
مشكوره يعني جت وسويناها كرتون سويناها 3 دي يعني. ها سويتوا لها شخصيه؟ اي اللي هي شخصيه حقيقيه يعني كرتونيه؟ نعم. برافو عليكم والله راح يكون شيء وايد ما نجم راح تستانس. يعطيها العافيه. انتم سويتوا يعني في تقنيات استخدمتوها هالمره هذه غير الفتره اللي فاتت السيزون اللي فات؟ والله ما في اضافه بالناحيه التقنيه بس هي راح كثر ما نقدر تكون الصوره مبهره اكثر بالالوان وبالستايل نفسه. وانا دائما اركز على ان الشخصيات تطورت. انا يعني كنت نوعا ما 50-50 مقتنع فيها، الحين اقتنعت فيها اكثر على مستوى تقني. فهذا اللي ابو نواف بعد ابو نواف ولا في تطور هو ولا بياخذ على ام نواف واحده ثانيه؟ لا العوده سكت. لا هو ما شاء الله تبارك الرحمن استاذ فيصل يعني شوي متواضع، لكن انا صراحه بالجزء هذا انبهرت فيه لانه طور حتى الكتابه، طور طريقه الاخراج، دخل في ما يحاول انه يوقف في مكانك سر، لا يشوف ستيب ثاني يعلي الجوده، شاف الجمهور شنو حب راح له. او ترى يمكن مو متحدث وايد يستحي وهذا، لكن احنا بالنسبه لنا قاعدين نشوف التطور، قاعدين نشوف حتى شغله بين اكثر من كلامه. اي لا في وايد شغلات مسويها ما تكلم عنها، يعني حتى بالكاركترات اضاف وحسن الصوره، حسن الكواليتي مال الانيميشن بالنسبه لنا، اضاف لما اضافه مثل الاستاذه ايمان نجم، هذه مكسب للعمل بحد ذاتها. ايمان لما دشت كممثله انا قلت لها ترى راح تبدعين، شفتها في فيلم العتر، لقيت استاذ فيصل مستقطبه قلت له برافو عليك، برافو عليك، فكر جميل جدا، مو جدامه، هذه قناعتي انا الشخصيه فيه، يمكن يوافقوني الاخوان فيها، فكر جميل جدا، متطور، ما يوقف مكان واحد، بالتالي يرفعنا كلنا ويرفع صح قيمه العمل معه. صح. زين استاذ جمال، انت الحين طبعا شخصيه رئيسيه في هذا العمل، كون نعم. كان اللي هو بنواف، نعم. بصراحه يعني تروح دواوين، تروح اماكن عامه، اسئله الناس، كان بنواف نجح في السيزون الاول، يعني ردود الناس شنو؟ فضل الله سبحانه وتعالى. احد قالك ثور حلو وثور عمل ضارب كذا، شنو كان؟ والله يعني احنا ردود الافعال اللي شفناها والترحيب اللي شفناه من الاخوان المسؤولين في تلفزيون الكويت هني يعني مشكورين، غير الحفاوه اللي شالونا فيها يعني قبل النجاح وما بعد النجاح، لان هم بذلوا مجهود بالاضافه لهذا ودعمونا دعم جميل جدا، يعني وصل الى سمو الامير عسى الله يحفظه ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، فتابعتنا الكويت كلها بفضل الله، وردود الافعال اللي شفناها في البيوت ومن الاسر من الحريم والريايل قبل الاطفال، لانه هو عمل عائله شجعنا. فأنا استانست فعلا لما شفت استاذ فيصل مستقطبنا لبارتو، وإن شاء الله يا ربي نستمر ونكون عند حسن الظن إن شاء الله دائما، شيء مشجع، شيء حلو، شيء مشرف. وبعدين يتكلم عن المباركية ويتكلم عن قيمنا الكويتية، وماخذ شريحة اللي هي الأسرة الكويتية يعبر فيها عن مشاكلنا بأسلوب بسيط، عن حياتنا اليومية، احنا شنو انت انا اختي الحاضرين في بيوتنا شنو احنا، وتاتشات صغيرة ممكن تصير حق اختك، حق اختي، حق امي، حق امك، كذي في البيت، فكل واحد يحس انه هذا انا، هذا اخوي، هذه امي من البيت، من البيت الكويتي، هذا الشايب، هذا مساعد بكاو، هذا ترى شايفه بالسوق انا كذا محمد ما شاء الله هنديتنا مو مخلين ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله محمد انت كنت مبدع السيزون اللي فات، هالمره شو محضر؟ زادوا لك الشخصيات ولا ضليت مثل ما هما؟ التشيله لا والله، اهم شيء الهنديه للحين ولا لا؟ دلفينه موجوده؟ لا شوفي دلفينه شويه دلفينه. انت شنو قلت؟ انت تسوي كلام زياده معانا؟ انت ليش انت تسوي كلام كذي؟ ها؟ انت قلنا شيطان، شيطان عبد الله تلاهي، شيمون شيطان، لا مو شيطان، الله فوق الله، الله فوق الله، انت شنو ما يعرف؟ ما يعرف؟ لا اعرف انا فوق والله صراحة الإبداع ما يطلع مني والدرب، يعني بصراحة يعني هذا. تستخدم مصطلحات أو كلمات مفردات هندية لازم كيسا هي تيكا بورتا هي حلو طب هندي باتكرو هي باتكرو حلو هذه جديدة كمل محمد أقول لك الإبداع ما يطلع مني والدرب، الإبداع أنا يعني بهال يعني الحمد لله أنا من يعني من السيزونات اللي طافت والسيزون اللي طاف قلت لك من قبل أو قلت عفوا حق شيمان أنت كنت مو يعني قلت لهم ان عندي بهالعمل ثلاثه سامدين ظهري يعني ان كان معنويا
والكلام الحلو اللي تسمعه من ابو احمد هذا اللي تعبك عرفت اللي ما تدري ايش ترد عليه تنحرج شرد عليه يا معود شرد عليه شيء يقول هذا بادر وعندك فيصل ابراهيم فيصل واقف معاي معنويا ماديا بكل شيء بكل شيء يعني فيصل هدك حتى من حتى ما نفكر بالاجر حلو العمل بروح الفريق الواحد هذا كلنا تيم واحد كلنا شايلين بعض سواء نواف سواء مهندس صوت سواء ابو احمد سواء فيصل وشذي العمل نجح والممثلين بعد ولا يهونون وخيتي بعد منى شداد نعم. غنيت معاها اغنيه الله نعم. منى شداد ماسكه النص كانت تقول لي شي قاعد تقول شوفوا لي اغنيه بغنيها حق دورها يا ريال انا الحين انا طلعوا لي اغنيه حق خلوني اغني كنت بقطع لك ليش ما تغني مشكله احنا نأدي بس هذا غناء ما غني ليش ما تغني لا ما شاء الله تبارك الرحمن الحبيه اللي موجوده بالعمل حتى اشجع استاذ فيصل انا اقول له استاذ فيصل دش تلفزيون تكفى سوي مسلسل تلفزيوني لان لا؟ جمعته حق الجروب الكامل من فنانين وفنيين ومؤلفين وكذا منقي ما شاء الله تبارك الرحمن جروب يعني مثل ما يسمونهم مثل حبات الالماس لا لا تلقطهم لقطهم شلي موقفه هذا السؤال التلفزيوني شايفيني وانا احطك على الهواء مباشره بس انت شيمون يلا شيمون يورطناه نص ظروف مناسبه ان شاء الله هو بالاخر صراحة فيصل يعني جد اللي أنا اللي عرفته من شغلي وياه إنه لازم يفصص الشغل صح دقيق هو يعني مشكلة بس هو خلي يعطينا موافقة الحين تقول الحين أنت فعال كويس قول أنا موافق إن أنا أعمل مسلسل درامي تلفزيوني صدق إن شاء الله تلفزيون الكويت ما راح يقصر أي نعم لا موافق أنا ما صراحة أنا والله مو مجاملة لا أساس إنه هو موجود لكن هذه شهادة المفروض لو هو مو موجود راح أتكلم عنه بنفس الطريقة لأن الرقي في التعامل اللي إحنا لقيناه لأول مرة لما اشتغلت مع فيصل إبراهيم أنا يمكن هو من بوكتاد أبو نبيل وكذا ما شاء الله تبارك الرحمن كون له قاعدة جميلة جدا ولكن أنا لما التقي بفيصل إبراهيم قبل دكان أبو نواف فالتقيت فيه قلت له أبو بسمة يعني ما يصير مثلك إحنا ندور مخرجين يمسكون الدراما لأن إحنا بحاجة إن إحنا نرجع الدراما إلى مستواها اللي كانت في العصر الذهبي في ذاك الوقت ففكر جميل طرح جاد ومفيد للمجتمع اختيارات ما شاء الله كأخوي محمد أكبر مثال جميل ولا هانا أخواننا اللي مش موجودين وخواتنا كذلك على اختياراته أهو كمخرج إيش باجي له يبي له نص حمين يبلك نصوص طب على النصوص إيه على طار النصوص لو بتختار تختار شنو تاريخي ولا تراثي ولا شنو الطابع أو فكاهي مثل ألقى نفسي بالكوميديا أكثر شيء أكثر شيء كوميدي الكوميدي أها تحب الكوميدي ضمننا مسلسل وضمننا دور إن شاء الله لك أماكن كبيرة سهل فيصل الحين يمكن قبل شوي أنا سألت محمد دشتي أنت مع ولا ضد أن الفنان الموهوب نفس محمد أنه ينشر موهبته من خلال السوشيال ميديا والإنستغرام وهالشغلات يعني مع ولا محمد ضد؟ عدى المرحلة هذه لا أنا أدري أنه معدي معدي مرحلة السوشيال ميديا فلا ينشرها يخش على الجمهور الموهبة يطلعها في التلفزيون ولا أنه عادي يعرض مثلا كمحترف يحرق أفضل. نفسه لا كمحترف أفضل أنه أفضل إيه يستخدمها بشغلة الحقيقي بدون سوشيال ميديا مو تنزل شيء في سوشيال ميديا خلاص إن شاء الله إن شاء الله أبو نواف كان أبو نواف رح يكون في رمضان أي ساعة رح ينعرض إن شاء الله سبع بعد أذان المغرب إن شاء الله فترة الفطور إن شاء الله كل الناس بالبيت في 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 أغنية هذه سجلناها قبل شوي قاعد أقول حق أبو أحمد ولا يهون يقول لي قاعد يمدحني صح قاعد يقول محمد وطاقة ما أدري إيش أنت لما تمدحني تمدح نفسك ترى يعني هو دكتوري بالمعهد هذه المسرحية أنا تخرجت من تحت إيده يعني كافي كلامه الحلو حبيبي والله دكتوري ففي أغنية مع منى شداد سألتني قالت لي نبي نسجل أغنية ما أدري شو سات شو اللي قلت لها أوكي كان أقول لها غني منسية قلت قطة شيء منسية كان اسمعها تقول لنا ليش تبي تغنيها إيه هي مع الشغالة مالتها اللي هي دلفينة فهي شو تقول منى لما قلدك يعني لا تزعليني مو صدق هذا مو أنت منى تقلد معليش شخصيتها يعني أنا كلي ترى واني إني بدنيتي بروحي بعدين شو نقول منسية منسية قديش دلفينة شو تقول ماني أهدن ولا والي
حرج. محمد محمد انا يعني سعيد باللقاء معاكم، يعطيكم العافيه. شكرا كبير لك يعني محمد دشتي، فنان كبير جمال ردهان، المخرج المبدع فيصل ابراهيم، يعطيكم العافيه. نورتونا في لعبة الكويت، نورتونا واسعدتونا، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق مره ثانيه لهالمسلسل. اذا احنا كذي قاعدين نضحك عليه ان شاء الله باكر اذا بنشوف ان شاء الله بالسيزون الجاي انتوا ويانا ضيوف. يلا ضبطناكم، يلا يلا شاكرين لكم على شبابتنا وما قصرتوا. بعدنا مشاهدينا مكملين فقراتنا بليالي الكويت، والحين مع فقره كلمه راس مع المهندس فؤاد بوشهري مع زميلنا سعود بوشهري. نتابع.